مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. حلقه جديده والسادسه بدايه. الحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقه، انا وزميلتي ساره اسمحوا لي الحقيقه باسم كل العاملين في قناه النادي الاهلي نتوجه للشعب اللبناني بخالص التعازي والمواساه الحقيقه نتيجه حادث الحقيقه الامس اللي مش بس هز قلب بيروت، لكن الحقيقه هو هز كل الدول والعواصم العربيه. ويمكن اللي يشوف ويتابع مش بس وسائل الاعلام المصريه، لكن حقيقه كمان ردود الافعال على السوشيال ميديا وقد ايه الحقيقه هذا الحادث تسبب في الم كبير جدا عند الشعب المصري، يدرك تماما عمق وقوه الروابط اللي بتربط بين المصريين واللبنانيين. ازمات كتيره جدا الحقيقه، ازمات سياسيه، ازمات اقتصاديه، ازمه الكورونا، وامبارح تفجير الامس بيزيد من معاناه لبنان. لكن الحقيقه كلنا ثقه انه الشعب اللبناني قادر على تجاوز أزماته. مرة تانية خالص تعزينا لقتلى وضحايا حادث تفجير الأمس، وطبعا تمنياتنا بالشفاء العاجل لآلاف من المصابين الحقيقة اللي أصيبوا نتيجة الانفجار. مساء الخير يا سارة. مساء الخير عليك يا أحمد، مساء الخير على حضراتكم. الحقيقة زي ما أحمد قال بالظبط، بالرغم من حماسنا بقالنا فترة وتحضيراتنا لعودة النشاط الرياضي من جديد، سواء في مصر والدوري المصري اللي هيبدأ بكرة أو في العالم والتشامبيونز ليج، ومستنيين مزيكة التشامبيونز ليج من تاني أحمد، لأنه الحقيقة الأحداث اللي حصلت في لبنان امبارح تحديدا في العاصمة بيروت خدت من فرحتنا دي، هزت فعلا قلوبنا زي ما احمد قال بالظبط. خالص التعازي للبنان حكومه وشعب. والحقيقه احنا السنه دي العالم كله عاش يعني سنه صعبه جدا، نتمنى يا رب ما يبقاش فيه اي ازمات تانية على الامه العربيه كلها وعلى العالم كله. لكن لبنان بالذات ساره ليها مكانه خاصه جدا في قلوب المصريين طبعاً. اللي راحوا واللي زاروا واللي تعاملوا مع الشعب اللبناني واللي عارف قد ايه هو بيحب الشعب المصري واللي عارف قد ايه انه في شبه كبير جدا في الروح وفي الثقافة وفي التاريخ بيجمعنا بين الشعب المصري اللبناني تألم، وكما لو أن الحادث ده حصل لقدر الله طبعا على أرض مصرية. مرة تانية الحقيقة خالص تعزينا لأشقائنا اللبنانيين. الحقيقة حالة الحزن دي يمكن معها كمان حالة فرحة دخلت بيوت المصريين يا سارة بسبب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة. والحقيقة يمكن من النهاردة يعني من الصبح كل الناس بتبارك لبعض ألف مبروك طبعا لكل اللي قدر يتخطى المرحلة الصعبة دي من حياته، ونتمنى إن شاء الله أن اللي جاي بالنسبة لهم يكون أفضل بإذن الله يا رب. كمان عندنا النهاردة زي ما وعدنا حضراتكم بقى ندخل في حلقتنا، مواضيع حلقتنا يا أحمد زي ما وعدنا حضراتكم أن دايما هيبقى في قضية مهمة نناقشها في كل حلقة تبقى قضية مختلفة. امبارح أحمد كان بيناقش قضية وملف التحكيم اللي شغل الرأي العام بقاله فترة، النهاردة كمان هيكون عندنا قضية مهمة جدا ومبتقلش أهمية عن قضية التحكيم، وهي مهنة وكيل اللاعبين. إزاي الكرة مع الوقت بقت بزنس كرة القدم، ده هنناقشه بالتفصيل إن شاء الله في حلقة النهاردة. نبدأ مع حضراتكم بالعناوين. الأهلي راح اليوم ويستأنف تدريباته غدا استعدادا لمباراة إنبي الأحد المقبل. الأهلي ينتظر الموافقة الأمنية لإقامة مباراة الوداد باستاد القاهرة. رئيس لجنة التظلمات يتحدث عن حالة واحدة لتخفيف عقوبة كهرباء. وزير الرياضة قرار عودة الحياة الكروية شجاعة لكل مؤسسات الرياضة. الإنتاج الحربي يعلن شفاء 13 حالة من المصابين بفيروس كورونا. تعديلات جديدة على قاعدة تراكم الإنذارات في دوري الأبطال والدوري الأوروبي. برحب بحضراتكم من جديد وندخل بقى في الأخبار. الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري
فايلر منح اللاعبين راحة من التدريبات النهاردة، والفريق المفروض ان هو يرجع من بكرة للتدريبات من جديد استعدادا لمواجهة انبي يوم الحد اللي جاي في اول مباراة مع عودة الدوري. كمان لاعبي الاهلي والجهاز الفني هيخضعوا طبعا لمسحة طبية يوم الجمعة بعد انتهاء التمرين الصباحي، وده ضمن البروتوكول اللي اعلنته وزارة الشباب والرياضة واللي احنا عارفينه، اللي بيؤكد لازم يكون في مساحات طبية لفرق الدوري قبل المباريات الرسمية بصفة دورية. كنا تأكدنا ان حمدي فتحي خلاص مسحته طلعت سلبية، لسه مش عارفين هيشارك مع انبي ولا لا. بس كمان بمناسبة لعيبة الاهلي عايزين نأكد اللي احمد قاله امبارح في الحلقة، وانه مفيش اي مفاوضات من قبل النصر السعودي مع كهربا، ده اكد عليه رئيس النصر السعودي. هو كان المفروض يكون معانا لكن في دلوقتي ماتش في الدوري السعودي مع الهلال، النصر والهلال، بس تاكيدا لخبر امبارح مفيش اي مفاوضات مع كهربا، مفيش حتى ان وكلاء عرضوا كهربا على النصر السعودي. تمام، خليني اروح الحقيقه. ومناسبه النادي الاهلي، احنا كنا طرحنا على كل الجماهير امبارح سؤال وقلنا انه هيستمر معانا على مدار الحلقات كلها لغايه اول ماتش يلعبه النادي الاهلي، وفي الحاله دي ماتش امبي ان شاء الله يوم الحد اللي جاي. والحقيقه كان في اقبال شديد جدا، هي فقره كده بعنوان طلع المدير الفني اللي جواك، لكن الحقيقه كان في اجماع من اغلب الاراء اللي جت في على ست مراكز. يعني لغايه اللحظه بنتكلم على الشناوي في حراسه المرمى، علولو او علي معلول، ومعاه ايمن اشرف، رغم انه ايمن عنده اصابه بسيطه في الكاحل، بس يعني في اتفاق من جماهير الاهلي على ايمن اشرف مع متولي وهاني في ناحية اليمين، ونص الملعب السولية وديانج حاجزين مكانهم. ده طبعا مش رأيي أنا، ده رأي الجماهير اللي دخلت امبارح على صفحتنا على مواقع التواصل وحطت التشكيل أمثل من وجهة نظرها. المراكز دي شبه محسومة، يبقى بقى الرباعي الأمامي. ده لغاية دلوقتي لسه مش واضح، يعني في ناس بتتكلم على وليد، في ناس بتتكلم على مروان راس حربة، في ناس حتى أجاييه مقتنع بأجاييه جدا كراس حربة، أو في ناس بترشحه إن هو يلعب على الطرف ويبقى مروان راس حربة صريح. في الشحات طبعا حضراتكم عارفين انه بسبب العمليه اللي عملها ف يعني مستبعد، في ناس بتتكلم على قفشه، في ناس يعني الاربعه الرباعي الامامي ده لسه قدامه شويه، واحنا في انتظار برضو تصويت حضراتكم على البوست او على السؤال الخاص بايه هو التشكيل الامثل للنادي الاهلي في مباراه امبي. نروح لاخبارنا النهارده، وصحيفه اليوم السابع يمكن كانت كتبت خبر النهارده نشرته، قالت فيه انه مسؤوله النادي الاهلي بينتظروا الموافقة الخاصة من الجهات الأمنية على إقامة ماتش أو مباراة الفريق اللي هتكون أمام الوداد المغربي في عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة، واللي تحدد ليها يوم 3 أكتوبر اللي جاي إن شاء الله. الأهلي يمكن كان خاطب الجهات الأمنية خلال الساعات الماضية عن طريق اتحاد الكرة عشان تتم إقامة اللقاء المنتظر في استاد القاهرة بعد تحديد ميعاد 3 أكتوبر عشان يكون ميعاد لمباراه العوده. طبعا يا احمد مباريات الذهاب خلاص زي ما قلنا في المغرب، مباريات الاياب في مصر القاهره ان شاء الله. الفاينل هو اللي لسه متحددش، بس لو الفريقين مصريين خلاص على ارض مصر، لو مغربيين على ارض المغرب، ولو هنا فريق من هنا ومن هنا هي بقى الارض المحايده غير مصر والمغرب. مزبوط. طبعا طيب هنروح للمستشار عادل الشرباجي رئيس لجنة التظلمات باتحاد الكرة، قال إن الأهلي مش من حقه التظلم على عقوبة كهربا مرة تانية، وقال كمان إن في فرق بين التظلم والالتماس. طبعا احنا عارفين إن لجنة المسابقات عقبت كهربا وإمام عاشور لاعب الزمالك بالإيقاف لحد نهاية الموسم بسبب الأحداث اللي حصلت في مباراة السوبر المصري في الإمارات، وده طبعا قبل ما اللجنة تقبل الاستئناف التظلم الأهلي والزمالك على العقوبات دي ويتم تخفيفها لعشر مباريات فقط بعد ما كانت لحد نهاية الموسم. كمان قال إن قرار لجنة الاستئناف نهائي لا يجوز الطعن عليه، بس يجوز للنادي أو اللاعب المتضرر إن هو يقدم التماس لاتحاد الكرة وفقا لما تنص عليه اللوائح والقوانين. كمان قال في تصريحات صحفية إن الالتماس ده لا يقدم للجنة الاستئناف بس هيتقدم لاتحاد كرة القدم، ولو كان في أسباب جديدة هيتم ساعتها تحويله للجنة. وقال كمان إن في حالة تقدم الأهلي بالالتماس لاتحاد الكرة هتنظروا الجبلية وهتتم إحالته للجنة الاستئناف في حالة وجود أسباب جديدة مقدمة علشان يتم بحث الأمر وإصدار القرار النهائي. عن موقف بقى الجنايني من طلب الأهلي، قال الجنايني رئيس اللجنة الخماسية أعلن موقفه برفض الالتماس تماما. قال إيه السبب الجديد اللي هيدفع الأهلي لتقديم الالتماس؟ أنا شايفة يا أحمد أنه كهربا يعني للأسف
وجوده مهم للاسف ان هو متوقف طبعا، وجوده مهم الفتره دي مش بس بعد الاداء اللي عمله مع سموحه ولما كسبنا 4-0، لكن كمان لانه لسه ما اتحسنش موقف رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون، يعني محتاجين في البوزيشن ده. طبعا طبعا، بس هو طبعا يعني خلينا نقول انه الموضوع مشروط او مرتبط بشكل كبير جدا بوجود دليل يبرأ كهربا على الأقل يخفف مدة العقوبة. صحيح اتخففت من إيقاف لنهاية الموسم لإيقاف 10 مباريات فقط، لكن ده ما يمنعش أنه لو في أدلة جديدة من حق اللاعب ومن حق النادي أن هم يقدموها مرة تانية من خلال التماس، وتتحول الموضوع أو يتحول الموضوع للجنة مرة تانية عشان تشوف أو تدرس حجم العقوبة اللي تم توقيعها. نتمنى ان شاء الله باذن الله كهربا الحقيقه يمكن فايق وعايز، وده شيء مهم جدا، ونتمنى ان شاء الله باذن الله انه يتم تخفيف العقوبه في النهايه. بس حتى لو ما كانش، اعتقد انه في الاهلي اللي يسد فراغ، يعني عندنا الشيخ برضو ما شاء الله فورمه وفايق، واعتقد انه هنشوف احمد شيخ جديد في الفتره اللي جايه، عندنا جيرالدو، عندنا اجاهي، يعني الحقيقه قدام عند الاهلي يعني الناحيه الهجوميه بنراهن عليه طاهر، طبعا صفقه من الصفقات الحقيقه طاهر مستقبل كبير جدا، نتمنى انه، بس في لعيبه مجرد انتقالها للاهلي بيبقى بالنسبه لها تحقيق حلم حياتها وبيبقى نهايه المشوار، وفي لعيبه تانية عقليتها بتقول انه اول ما تروح الاهلي تبتدي مشوار جديد وتبتدي تطور من مستواك، ونتمنى ان شاء الله انه طاهر عنده كره كويسه جدا، وان شاء الله هيكون مفيد للاهلي ومفيد للمنتخب الاولمبي. يا احمد بيلعب هنا ويلعب هنا، يلعب لا لعيب طبعا احسن بالعمق، الا ان هو لعيب تقيل. تفتكر هيقدر يحجز مكان اساسي مع لعيبه كبار ونجوم زي دي بسهوله؟ المنافسه مفيده، يعني لما يبقى عندك وليد سليمان وجيرالدو واجاييه والشحات ورمضان وطاهر والشيخ طبعا، حاله المنافسه دي بتهالي مفيده ليهم جميعا، وفي النهايه المكان هيبقى محجوز بالتاكيد للافضل، ومفيش مدير فني في الدنيا عايز يخسر، يعني فاعتقد ده هيبقى في صالح النادي الاهلي وفي صالح اللعيبه دي في نفس الوقت. نروح لدكتور اشرف صبحي. دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه الحقيقه النهارده عبر عن سعادته الشديدة بعودة الحياة الكروية مرة تانية في مصر، بداية طبعا النشاط هيستأنف من بكرة، بداية من بكرة هتنطلق بطولة الدوري مرة تانية بعد التجميد لفترة طبعا طويلة 4 شهور أو أكثر من 4 شهور بسبب فيروس كورونا. وزير الرياضة في تصريحات إعلامية لي قالها صباحا اليوم أنه يعني في غاية السعادة بسبب عودة نشاط رياضي في مصر بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص اللي بتعتبر ترمومتر بيعبر عن مدى استقرار المجتمعات، وقال انه احنا دورنا وخدنا كل الاراء وقررنا بشجاعه وطنيه تحسب لكل المؤسسات الرياضيه ان احنا نستكمل المنافسات في مختلف الالعاب. واتكلم كمان عن مد عمل اللجنه الخماسيه، وقال انه الصالح العام هو اللي بيحركنا وانه في التزام دايما بالقانون. كورونا يمكن تكون عطلت بعض الخطط، ولكن كان في استجابه كبيره من الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، واحنا بنشكره على ده، وبنتواصل بشكل دائم مع اللجنه الاولمبيه، وبيحكمنا في النهايه القانون المصري بكل مفرداته. دكتور اشرف قال كمان انه اللجنه الخماسيه عليها انها تفكر في الخطوات اللي جايه، وعليها انها تحدد، ويمكن احنا الكلام ده اتكلمنا فيه لان احنا تناولنا موضوع اللجنه الخماسيه دي بدايه من اخر يوم في فتره عملها قبل التجديد ليها طبعا. وطالب دكتور اشرف صبحي انه يبقى في تحديد لخريطه طريق وفيما يتعلق بالجمعيه العموميه وقوامها واللائحه اللي بيتم دراستها ما بين اللجنه الخماسيه وما بين الفيفا عشان يبتدي طرحها في الجمعيه العموميه عشان يتم الموافقه عليها. وقال كمان ان نحن نترقب الامر بشكل يتلائم مع الصالح العام المصري، وكل الظروف يعني محتملة بالتوافق مع الاتحاد الدولي اللي وقف مع مصر الحقيقة في مراحلها الانتقالية الصعبة، ونحن نحترم كل من يحترم مصر. وفيما يتعلق بقى، حضراتكم عارفين أنه مصر بتستعد لاستضافة مونديال اليد 2021. قال كمان أنه هم حددوا يوم 5 سبتمبر اللي جاي عشان يكون موعد هيتم فيه إجراء القرعة الخاصة بمونديال اليد، وقال أنه تم الانتهاء من إنجاز نسبة 98% من صالة العاصمة الإدارية اللي بتحتوي على 34,000 كرسي، وهيكون جاهز إن شاء الله عشان يستقبل منافسات كأس العالم في مصر، ويكون بعد كده الحقيقة واحدة من الحقيقة الإضافات الكبيرة جدا اللي بتضيف لرصيد المنشآت الرياضية في مصر.
الحقيقه استضاف مونديال اليد، استضاف مصر المونديال اليد خطوه مهمه جدا. اول مره يا احمد هيكون مونديال اليد بيتلعب ب 32 فريق بدل من 24 فريق، اول مره من 2015 هيكون خارج اوروبا، خطوه مهمه لمصر ان هي تستضيف مونديال زي ده، واحنا قادرين ان احنا ننظم بطوله زي دي، بطوله انت بتلعب مع دنمارك حامل اللقب، فرنسا اللي معاها اكبر عدد من الالقاب في البطوله دي، كنا خدنا المركز الثامن تقريبا في 2019. انا بس اخر بطوله يد يا ساره بفتكر احنا مصر ابطال عالم ناشئين، يعني الحقيقه الشباب المصري فرحنا وقدم مستوى مبهر، فبطوله على ارضنا وكره اليد دايما مصريين عامله زي الاهلي كده، لما بتخشي بطوله عينك دايما على انك انت تلعبي او توصلي فاينل. نظمنا بطوله اليد في افريقيا 2016 كانت تنظيم عالمي الحقيقه، يعني ان شاء الله هنشوف حاجه مبهره على ارض مصر باذن الله. املنا كبيره في المنتخب المصري ان شاء الله فيما يتعلق ببطوله اليد اللي هتستضيفها ولا هتلعبها او هتلعب على ارض مصر. في إطار الحديث عن مونديال اليد، وزارة الرياضة هتطلق خدمة إلكترونية بأربع لغات قبل كأس العالم لكرة اليد. دكتور أشرف صبحي وافق على تطوير منظومة البوابة الإلكترونية للوزارة، بوابة مصر للشباب والرياضة، عشان تنطلق رسميا بأربع لغات، هي العربية، الإنجليزية، الفرنسية، السواحلية، وده استعدادا طبعا لكأس العالم لكرة اليد اللي هتستضيفها مصر يناير اللي جاي. وزير الرياضة كمان قال في بيان رسمي النهاردة ان البوابة الإلكترونية منظومة إعلامية متكاملة، موقع إخباري، إذاعة على الإنترنت، قناة على اليوتيوب، صفحات للفيسبوك وتويتر وإنستجرام، يعني ده بيخدم شباب مصر في الداخل والخارج، وبتكون كمان جسر للتواصل بين شباب مصر والعالم اكيد. كمان قال ان هو بيعمل على تقديم خدمه جديده لبطوله كاس العالم لكره اليد، واللي هتقام طبعا في مصر زي ما قلنا وتتحدث باللغات الاربعه، عشان تكون معبره عما يحدث طبعا في ملاعب البطوله وتقدم خدمه للجماهير في كل مكان. كمان قال ان الدوله المصريه بتعمل على انجاح البطوله دي بكل جوانبها، والاعلام هو الوسيله الاقرب لتجسيد اللي بيحصل من نجاحات على ارض الواقع، وعشان كده بتقدم خدمات متعدده لضيوف المونديال قبل واثناء وبعد كمان البطوله، بالاضافه اللي بتقدمه الدوله من خدمات عشان تعكس مكان ومكانه مصر عالميا. على فكرة يعني الرسالة اللي بعتتها مصر في استضافتها لبطولة أفريقيا لكرة القدم السنة اللي فاتت كانت رسالة مهمة جدا، وإحنا كنا بنتكلم إنه صحيح الحدث فيه مجمله حدث رياضي مهم بيهم القارة الأفريقية، لكن المكاسب الحقيقة السياسية والاقتصادية اللي بتتحقق من وراء استضافة أحداث كبيرة بالحجم ده مهمة جدا ولا تقل عن الحدث الرياضي في حد ذاته. الحقيقه التنظيم كان رائع جدا يا صحيح. احمد ونتمنى طبعا احنا بنتكلم على بطوله عالميه طبعاً. هيبقى في وسائل اعلام من كل مكان في العالم بتتابعها وبتغطي البطوله دي، الحقيقه بتعكس صوره مصر بشكل كبير على كل المستويات. نتمنى يكون تنظيم ناجح ان شاء الله باذن الله زي بطوله فعلا افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله نروح للانتاج الحربي اللي اعلن عن شفاء 13 حاله من المصابين بفيروس كورونا، والحقيقه يمكن ده بشكل كبير احنا بنتكلم على كان 18 حاله تقريبا يا ساره في الفتره الاخيره اصيبت بفيروس كورونا، وده رقم يساعد الانتاج الحربي انها ترجع بسرعه. صحيح تاجل الماتش بتاعهم قدام فريق مصر، لكن ده يساعدهم بشكل كبير ان شاء الله، ونتمنى الشفاء العاجل لباقي الحالات المصابه ان شاء الله. ان شاء الله نروح لتعديلات جديده على قاعده تراكم الانذارات في دوري الابطال والدوري الاوروبي. كان في احمد اعتقد انه دلوقتي بقى في خلاص قوانين جديده، احنا عارفين الشامبيونز ليج راجع خلاص يوم الجمعه والسبت، ريال مزبوط. مدريد هيلاعب ريال مدريد هيلعب مان سيتي بارسا هيلعب نابولي بي اس جي هيلعب اتلانتا، يعني ويوفنتوس يوفنتوس مش فاكر، احنا فصلنا بقالنا كتير قوي صراحه، احنا عندنا 8 ماتشات بس. خليني اقول لحضراتكم ايه موضوع التعديلات ده. احنا عندنا لاول مره بسبب طبعا ضغط الموسم وتاجيل الماتشات بتاعت تشامبيونز ليج، عندنا دي اللجنه الثانيه من دور ال 16. دور الثمانيه السنه دي في تشامبيونز ليج هيتعمل بشكل مختلف، هيبقى مباراه واحده هتفصل بين الفريقين المتاهلين لدور الثمانيه، عشان كده اليويفا قرر ان هو يلغي الانذارات ما بعد دور ال 16، وده معناه انه طبعا عشان يخفف على الفرق وعشان يكون كل نجوم الفرق مستعده انها تشارك في بقيه مشوار البطوله، سواء دور الثمانيه دور الاربعه او النهائي ان شاء الله. وده معناه انتوا حضراتكم عارفين انه في اوروبا لازم اللعيب ياخد 3 انذارات عشان يتم ايقافه، لو اتحولت الماتشات في الثمانيه والاربعه والنهائي لمباراه واحده مش مباراتين ذهاب وعوده، ده معناه انه اغلب اللعيبه هيكون عندها فرص انها تكمل ان شاء الله المشوار لغايه النهائي. ده اكيد بيسهل المهمه. يوفنتوس افتكرت لك هيلعب اليوم
يوفي هيلعب ليه؟ بيقولوا انه هيبقى ماتش صعب على يوفنتوس، بس انا مش حاسه ده. احنا عندنا 8 كبار فرصهم كبيره جدا، يعني انا بتهيألي مان سيتي عمل سكور حلو قوي في سانتياغو برنابيو، اعتقد انه قادر على التأهل. عندنا البي اس جي، عندنا البارسا، وعندنا اليوفي. بتهيألي الفرقه دي مهمتها الى حد كبير. كان مفاجاه يا احمد، هو طول عمره الحقيقه، يعني الفرقه دي ازاي برضو تعمل فريق كره قدم من لا شيء، وده جزء كبير جدا ليه علاقه بالقدره على التمويل والقدره على الاختيار، اللي بقت الحقيقه بتمثل عنصر اساسي فيما يتعلق باختيار الصفقات. وبمناسبه الصفقات هنروح نشوف انفوجراف دلوقتي ساره يتكلم ويشرح لحضراتكم كده ازاي الصفقات بتتحرك وازاي حجم الانفاق على اسواق الانتقالات اتغير في السنه في السنين اللي فاتوا. يعني مقارنه من 2010 ل 2019 احنا بنتكلم على حجم تضخم وصل او كسر حاجز 320% تقريبا، على الرغم من انه معظم التقارير يا ساره المتعلقه بسوق الانتقالات في الفتره الاخيره دي بتقول ان ازمه كورونا اثرت بشكل كبير جدا على قدره الانديه حتى الكبيره. انا بكلمك على انديه في حجم الانتر، اليوفي، المان يونايتد، على الانفاق على الصفقات الجديده. احنا فعلا طول عمرنا بنسمع عن ارقام كبيره، بس فجاه كده لقينا الدنيا اتغيرت. يعني من صفقه نيمار مبالغ طائله يا احمد. انا فاكر مارادونا لما اتنقل لنابولي بعد كاس العالم 86 اتنقل ب 15 مليون دولار في صفقه هزت اركان الكره الارضيه. لكن النهارده بقينا بنسمع انه كسر حاجز ال 100 بقى شيء طبيعي جدا. يعني جيدن سانشو لعيب دورتموند بنتكلم في، وهو لعيب طبعا كويس جدا، بس ما هواش اللعيب السوبر تقدري تقولي عليه انه صفقه توصل ل 120 مليون دولار. نروح للانفوجراف. نروح للانفوجراف، نرجع مره ثانيه. مرة ثانية أهلا وسهلا بكل الأهلاوية اللي بتتابعنا في حلقة النهاردة من السادسة. قبل ما أدخل في الفقرة اللي جاية خليني بس أفكر حضراتكم بأن احنا طرحنا على حضراتكم سؤال رأيكم في التشكيل الأمثل للنادي الأهلي في مواجهة أمبي. والحقيقة من امبارح ابتدت الآراء الجماهير يعني تتبعت لنا على السوشيال ميديا، وزي ما قلت لحضراتكم من شوية في تقريبا شبه إجماع على حراسة المرمى وخط الدفاع وخط النص. يبقى خط الهجوم بالنسبه للاهلي يعني لسه الدنيا مش واضحه بشكل كبير جدا. منافسه بين كل اللعيبه الحقيقه اللي موجودين قدام، في تبديل وتوفيق. انا بيتهيألي حتى انه عند يعني كوتش ريني فايلر نفسه لسه لغايه النهارده ما حسمش مين ممكن يبتدي المباراه، خصوصا في مكان راس الحربه. الصداع المزمن يعني مروان بيروح وبيجي، أجاييه بيسجل بس مش مركزه، مش يعني تقدرش تقول انك تلعب بيه راس حربه صريح. بادجي ما قدمش اعتماده لغايه النهارده بالنسبه للجمهور، وبالتالي الدنيا لسه يمكن تكون مش واضحه بشكل كبير. على كل الاحوال على الفيسبوك وعلى تويتر منتظرين اراء حضراتكم، ايه هو التشكيل الامثل؟ وده سؤال هيكمل معانا لغايه اخر السيزون، وبناء او بناء على اختيارات حضراتكم كل الجماهير الأهلوية كل ماتش هتختاروا تشكيل فيه هنثبت التشكيل عندنا، ومع كل ماتشات الأهلي في نهاية السيزن هنختار التشكيل الأمثل من وجهة نظر جمهور النادي الأهلي. بفكركم مرة تانية عشان تدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى تويتر وتجاوبوا على سؤال إيه هو التشكيل الأمثل بالنسبة للنادي الأهلي. نفكر حضراتكم بلحظة
من لحظات المجد بالنسبة للمارد الأحمر، وهي الحقيقة كتير جدا. لكن زي النهاردة تحديدا يوم 5 أغسطس سنة 83 الأهلي الحقيقة حقق لقب كاس مصر بعد ما فاز على النادي المصري بهدف سجله المدفعجي في الوقت ده كابتن خالد جدالله، كان واحد من نجوم النادي الأهلي في المرحلة دي وفي المباراة دي بشكل أساسي. طبعا سجل هدف في الدقيقة 63 عشان يحصل النادي الأهلي على النسخة رقم 54 لمسابقة الكاس. وبالمناسبة اللقب ده كان أول لقب محلي يحققه النادي الأهلي تحت قيادة الجنرال محمود الجوهري، واحد الحقيقة من أكبر الأسماء في عالم التدريب في مصر، ويمكن من أهم إنجازاته بالإضافة لعدد من البطولات اللي حققها مع الأهلي طبعا الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم 90، والفوز ببطولة أمم أفريقيا سنة 98 في واحد من الإنجازات التاريخية. فاكر أنا البطولة دي كويس قوي، وكان كل الصحافة والإعلام والجمهور كله بيهاجم كابتن جوهري وبيهاجم اختياراته، ورغم كده الحقيقة منتخب قدم واحدة من أقوى البطولات وحصل على اللقب. اللقب ده بالنسبة للأهلي بطولة الكاس اللي اتحققت سنة 83 بيعتبر اللقب رقم 23 في تاريخه فيما يتعلق ببطولة الكاس تحديدا، منها مرتين كانوا مناصفة مع نادي الزمالك. نجوم كتير بقى شاركوا في المباراة دي، يعني افتكر من الجيل ده أسماء كبيرة جدا زي كابتن ثابت البطل رحمة الله عليه، كابتن حسام البدري، كابتن مصطفى يونس، وبالمناسبة كان كابتن فريق في الماتش ده، ماهر همام، ربيع ياسين، خالد جدالله اللي أحرز الهدف الفوز بالبطولة، كابتن مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد، مصطفى عبده، كابتن بيبو، كابتن علاء ميهوب، ومعاهم كمان شارك مختار وكابتن زكريا ناصف، وكان بالمناسبة الحكم أجنبي، وإحنا كنا لسه فاتحين ملف التحكيم امبارح مع حضراتكم. ميني كوتش جينو ده كان حكم المباراة. والمصري الحقيقة في التوقيت ده كانت فرقة تقيلة جدا وفيها عدد كبير جدا من النجوم، كابتن عادل عبد المنعم كان في حراسة المرمى، مصطفى أبو الدهب، علي المصري، علاء مرسي، الويشي، مجدي إمام، إينو، جمال جودة، وطارق نور، والحقيقة عدد كبير من النجوم. ومباراة الحقيقة في ذاكرة الأهلاوية، يعني أعتقد كان ماتش مهم جدا ومباراة صعبة جدا، لكن الأهلي قدر إنه يحسم اللقب في النهاية لصالحه. الحقيقة يمكن لما نبص على الألقاب، وأنا دايما ببص على وبنفكر حضراتكم دايما بمجموعة الألقاب اللي قدر النادي الأهلي إن هو يحصل عليها، احنا بنتكلم على النادي الأكثر تتويجا على مستوى الكوكب، على مستوى العالم، وبين الحقيقة الأندية المصرية والعالمية قدر النادي الأهلي إن هو يحفر اسمه بعدد كبير جدا من البطولات، سواء كانت بطولات محلية أو قارية أو إقليمية. الحقيقة يمكن زي ما قلت لحضراتكم عدد كبير من الألقاب، وصل عدد بطولات النادي الأهلي في مجملها لحوالي 136 بطولة اتحققت خلال 113 سنة هي عمر القلعة الحمراء اللي تأسست زي ما حضراتكم عارفين 1907، يعني الأفريج بتاعنا أو المتوسط بتاعنا أكتر من بطولة في كل سنة. النادي الأهلي توج ب 41 بطولة دوري، وتوج ببطولة كاس مصر 36 مرة، عنده 10 ألقاب سوبر محلي و7 ألقاب لبطولة السلطان حسين، 16 لقب لدوري منطقة القاهرة، ولقب واحد لكاس الجمهورية العربية المتحدة. حضراتكم عارفين انه الجمهورية العربية المتحدة ما استمرتش طويلا، وبالتالي كان في لقب واحد حصل عليه النادي الأهلي في التوقيت ده. وعلى مدار تاريخه الطويل حقيقة جمع الأهلي بين البطولتين الدوري والكاس 14 مرة. أول مرة قدر الأهلي يجمع بين البطولتين كان في موسم 48-49، وأول موسم تقام فيه مسابقة الدوري وتوج بيه طبعا النادي الأهلي، ونجح كمان في أنه هو في نفس الوقت ده يفوز بلقب الكاس على حساب نادي الزمالك، وكان الزمالك في التوقيت ده اسمه نادي فاروق. الأهلي كسب الماتش ده 3-1 في الوقت الإضافي. أما التتويج الأخير بالدوري والكاس مع بعض كانوا في موسم 2016-2017، نجح الأهلي في أنه هو يجمع بين البطولتين للمرة 14 في تاريخه بعد ما فاز على النادي المصري برضو في الوقت الإضافي بسكور 2-1، كان طبعا ماتش نهائي كاس مصر. طيب خلينا بقى نروح واستعدادات. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا قبل نهائي مصري مغربي، الأهلي هيلعب مع الوداد والزمالك هيلعب مع الرجاء. مباراة الذهاب هتكون في المغرب، مباراة
الإياب هتكون في القاهرة، وزي ما حدد الاتحاد الأفريقي المواعيد بتاعتها. معانا الصحفي محمد فنكار من المغرب، صحفي رياضي. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير كابتن أحمد سمير، ومساء الخير مشاهدي قناة الأهلي. أهلا وسهلا بيك معانا. بداية كده نعرف أجواء الاستعداد عندكم، إزاي بتبصوا لمباراتي قبل النهائي اللي هتجمع بين الأهلي والوداد والزمالك والرجاء البيضاوي؟ أكيد يعني المباريات تعد بأنها ستكون قوية، خاصة وأن نعرف قيمة الفرق المشاركة يعني في هذه دور نصف النهائي، الزمالك والأهلي، ونخص بالذكر الأهلي بطبيعة الحال الفريق الأكثر تتويجا بهذا اللقب، والذي سعى في السنوات الأخيرة للتتويج بلقبه التاسع لاحتكار الكرة الإفريقية، لأن كما قلت الأهلي، وكما يعني سبق وأن ذكرت قبل قليل، بأن الأهلي أكثر فريق متوج بالكون، هذه العبارة التي استعملتها، ويحق للجماهير المصرية أيضا افتخار بأن يكون لمصدر فريق الأهلي. بالعودة إلى مباريات نصف النهائي، فأعتقد بأن الفرق المغربية الآن تستعد بشكل عادي بحكم أنه كثرة المباريات المؤجلة في البطولة الاحترافية تجعل بعض الشيء المباريات يستفيد منها اللاعبون بعد توقف تام لأكثر. أنتوا أستاذ محمد، أنتوا استأنفتوا الدوري، بطولة الدوري في المغرب تم استئنافها، وأعتقد أن الوداد والرجاء لعبوا أوريدي ماتشات في الفترة الأخيرة. تماما، فريق الرجاء اليوم سيلعب مباراته الثالثة في ظرف أسبوعين، وفريق الوداد سيخوض المباراة الثانية يوم غد ببركان أمام فريق يعرفه يعني الشعب المصري جيدا، هو فريق نهضة بركان. وأظن بأن هذه التنافسية والعودة إلى الملاعب تجعل نوعا ما الفرق المغربية مستعدة بشكل أكبر، خاصة وأن الفرق المصرية لحد الساعة تنتظر عودتها إلى الملاعب، لكن هذا بدون شك لن يغير من قيمة الفرق التاريخية بحكم أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران، وأظن بأن حتى الفرق المغربية تحاول هذه السنة أن تصل إلى النهائي، لما لا يكون نهائي مغربي صرف، هذا يعني لا يعني يمس بقيمة الفريقين المصريين. طب فيما يتعلق أستاذ محمد فيما يتعلق بالمباراة نفسها، يعني لو اتكلمنا على مباراة الأهلي والوداد، هل إدارة الوداد حددت الميعاد الخاص بالمباراة؟ تم الاستقرار عليه؟ هل تم الاستقرار أيضا على الملعب اللي هيستضيف المباراة بشكل نهائي؟ هل في تفكير في حضور جماهيري ولو بأعداد بسيطة؟ وهل تم مخاطبة الاتحاد أو الجهات المسؤولة في المغرب عن استعدادات الوداد لاستضافة الأهلي؟ لحد الساعة لنكون واقعيين، الجميع الآن يفكر في السير العام للبطولة الاحترافية، ولا حديث إلا عن البطولة الاحترافية في المغرب فقط، ليس هناك كما قلت أي ردود أفعال من قبل مجلس إدارة الوداد بخصوص هذه المباراة، لا يعني على صعيد الجماهير أو على صعيد الملعب المستضيف للمباراة، لكن التوجهات تؤكد بأن المباراة ستلعب على أرضية مركب محمد الخامس الشهير، ولن يكون فيها حضور جماهيري بحكم أن الفيروس فيروس كورونا يمنع لحد الساعة حضور الجماهير، وحتى الأرقام الكبيرة التي بدأت الآن تنتشر على الصعيد المغربي، فأظن بأنه لن يكون بمقدور الجماهير متابعة مباراة الأهلي المصري والوداد بمدينة الدار البيضاء، لأنه هذا كما قلت التوجه العام للجامعة وللاتحاد المغربي الذي قرر رسميا، وحتى الجهات المسؤولة يعني السلطات المحلية وحتى وزارة الداخلية ووزارة الصحة تمنع منعا باتا حضور الجماهير المغربية إلى أو في الملاعب الوطنية. أزمة كوفيد 19 أو فيروس كورونا ازاي ممكن تشوف انها يعني تلقي بظلالها على مستويات واداء فرقه الوداد في مباراتي قبل النهائي من وجهه نظرك؟ وهل من الممكن انه امتداد الموسم او طول الموسم السنه دي هيأثر حتى من الناحيه التعاقديه؟ هل ممكن المباراه تشهد غياب مثلا بعض لاعبي الوداد عن مباراه قبل النهائي؟ وبالنسبه يعني للتعاقدات، فالجامعه منحت يعني وقت كافي للفرق المغربيه
ابرام تعاقداتها خلال هذا الصيف، لكن هناك مجموعه لنكون صريحين مجموعه من المشاكل بالنسبه للاعبين مع الفرق، بحكم ان يعني بعض اللاعبين في عقودهم يعني انتهت مع نهايه ولا ما تم يونيو الماضي، وهناك يعني الحديث عن هل سيتم تجديد اللاعبين ام سيتم التوجه الى الفيفا من اجل الحسم في هذه الامور، لكن اتوقع بانه الفرق يعني ستشارك او ستلعب مبارياتها بشكل عادي بغياب او بحضور لاعبيها الاساسيين، لانه على سبيل المثال اللاعب محمد النهيري الذي انتهى عقده ما تم يونيو الماضي لم يعد يدخل ضمن مفكره الاسباني خوان كارلوس غاريدو، ولا يشارك لم يشارك حتى في المباراه الاولى، وحتى يوم غد لن يشارك في المباراه الثانيه. غاريدو كان مدرب سابق للاهلي، هل بتشوف ان ده ممكن يكون ليه تاثير على مواجهه الاهلي مع الوداد؟ الفريق الاهلي يعني فريق كما قلت والعالم يعترف بذلك، فريق كبير له هويه كبيره، له ثقافه كرويه ليست محدوده، يعني لا ترتبط بمدرب ما او بلاعب ما، لكن غاريدو نجح في هذه الخطه مع الوداد بعدما يعني لعب مباراه ربع النهائي امام النجم الساحلي الذي كان يدربه ايضا، وعرف مفاتيح التاهل وفاز في الدار البيضاء بهدف 3-0، وعرف كيف يتاهل من ملعب رادس بخساره بهدف واحد. الجماهير المغربيه اكيد تمني النفس بتاهل الوداد وايضا الرجاء، لكن الخصمين وخاصه الاهلي الذي يبحث عن التاسعه اظن انه هذه السنه سينافس حتى يصل يعني الى البوديوم. مين لو طلبت منك بشكل مهني واحترافي يعني انك انت ترتب لي الانديه الاربعه اللي وصلوا للمربع الذهبي من حيث الفرص في الفوز بالبطوله، ممكن يكون الترتيب ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ هذا اعتقد بانه السؤال لن تكون فيه المهنيه على ما اعتقد، ستغلب عليه العاطفه، لكن واقعيا اعتقد بان المسار الذي مر منه فريق الاهلي يؤهله شيئا ما الى انه يكون رقم واحد، الوداد رقم اثنان على ما اعتقد، يتليه الزمالك او يليه الزمالك المصري ثم الرجاء، وهذا لا يقلل من قيمه الانديه الاربعه، لانه اتكلم بالتاريخ، اتكلم بعدد المرات التي وصلت فيها الانديه يعني الى 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 النهائي، راينا كيف يعني ضاع اللقب من الاهلي في ثلاث مناسبات او مناسبتين يعني صريحتين امام الوداد وامام تبقى في النهايه يا استاذ محمد كلمه الفصل والكلمه الاخيره داخل المستطيل الاخضر، بشكر ليك تواصلك معنا في السادسه مساء، بشكرك وبتمنى الحقيقه انه النهائي يخرج بصوره مشرفه للكره المصريه والمغربيه والكره العربيه بشكل عام. نروح فقراتنا لسه مستمره مع حضراتكم في السادسه، نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم سريعا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية، والحقيقة زي ما قلنا في أول الحلقة عندنا موضوع مهم جدا نتكلم فيه النهاردة بشكل عام كده، إنه إزاي مع الوقت كرة القدم بقت بزنس كبير ومهم، بزنس بتحكم فيه عوامل كتير قوي، الإعلانات سواء على تيشيرتس اللاعبين أو في الاستاد، ممكن كمان انتقال اللاعبين من مكان لآخر، وخير دليل على إن كرة القدم بقت بزنس امبارح كنا بنتابع ماتش مهم جدا هو الأغلى في العالم بين فولم وبرينتفورد، وهو على حسم البطاقة الأخيرة للتأهل لدوري الإنجليزي الدرجة الأولى. ليه أغلى ماتش في العالم زي ما الصحف العالمية والبي بي سي وصفته؟ لأنه الحقيقة الفايز كان هياخد 220 مليون دولار غير 155 مليون دولار إذا قدر إن هو يصمد بعد الموسم الأول مع الفرق الكبيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. الحقيقة الفرق بين المكسب والخسارة ملايين الدولارات، ده تقريبا حتى مش في الشامبيونز ليج يعني يوصل لملايين الدولارات،
واكيد واحده من اللي بتتحكم في اقتصاد كره القدم هي انتقال اللاعبين. عارفين ان الانديه يعني بتتنافس على استقطاب المع النجوم عشان يقدروا ياخدوا البطولات، وطبعا اللي بيبقى متحكم في حاجه زي دي هو وكيل اللاعب، هو اللي بيقدر يعرض اللاعب على النادي ده ويتفاوض ويجيب له احسن عرض. وعشان كده ده اللي هنتكلم فيه النهارده، ايه اهميه وكيل اللاعبين، بيعمل ايه بالظبط؟ ده هنعرفه مع ضيوفي اللي منورني في الاستوديو، استاذ ممدوح السعادتي، اهلا بيك حضرتك منورنا، استاذ امير المراجبي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هبدا مع حضرتك استاذ ممدوح. الحقيقه سؤال بيشغل الراي العام وكلنا، وانا شخصيا عايزه اعرفه، ايه العوامل اللي بتتحكم في، يعني ايه اللي يخلي مثلا تختار، ايه اللي يخلي مثلا حضرتك تختار لاعب يعني عرض معين للاعب عن عرض تاني؟ يعني مثلا الفلوس هي اهم حاجه، اهم حاجه مصلحه اللاعب، ممكن يبقى اللاعب هنا يلعب احتياطي لكن الفلوس لا اكتر فتختار له ده. لا، اللعيب طبعا اللعيب هو زيه زي اي سلعه في الدنيا، الوكيل بيقوم بتسويقها، يعني الوكيل وظيفته انه يسوق اللعيب بتاعه، فاللعيب بيكون موجود في نادي اوريدي موقع، هو دور الوكيل ان هو ينقله من نادي لنادي احسن او ياخده دوري اقوى من الدوري اللي هو فيه، ممكن طبعا يخليه يحترف. هو ده يعني الدور الاساسي للوكيل، هو ان هو يخلي اللعيب بتاعه ريتش توب ليفل، يعني يوصل لاعلى الدوريات، هو ده نجاحه. لو الوكيل كويس بيقوم بالدور ده، انما ان هو يسيب اللعيب بتاعه في لوكال كومبيتيشن ده مش وظيفته. يعني بصراحه كده لو في عرضين، عرض فلوسه حلوه جدا فبالتالي مثلا الكوميشن بتبقى اعلى بالنسبه لا الكوميشن، لا الكوميشن مش كل حاجه، لانك انت مصلحه اللاعب يعني. لا، هو الوكيل الكويس هو اللي ما بيبصش للفلوس، هو بيبص لمستقبل اللعيب بتاعه. يعني انت ممكن تاخد زيرو كوميشن بس عارفه ان اللعيب هيلعب في حته وهيتشاف وممكن تقدر تسوقيه في حته احسن. يعني معلش لو اللعيب جاي له عرض فلوس قليله جدا وهيلعب في الدوري الممتاز وفلوس اكتر وهيلعب في دوري الدرجه الثانيه، فانت هتلاعبيه بفلوس قليله في الدوري الممتاز، لان هو في الدوري الممتاز هيتشاف اكتر من الدوري الدرجه الثانيه، وبناء عليه وجوده في الدوري ده اصلا هيتيح لك الفرصه انك انت تسوقيه لفرق احسن، لدوريات احسن، وممكن تكسب بقى فلوس اكتر. بالظبط. طب امال ليه دلوقتي بقى في مفهوم كده انه يا استاذ امير وكيل اللاعبين بيتقال عليهم سمسار؟ هل الكلمه دي مثلا بتضايق حضراتكم؟ وليه ليه المفهوم ده طلع على وكيل اللاعب؟ عشان دلوقتي في مصر، يعني في الاسم ده، المسمى ده موجود في مصر اكتر، لان في ناس كتير دخلت المجال اللي هي انليجال، مش ولا معتمد من الاتحاد الدولي ولا الاتحاد المصري ولا اي حاجه، دخلوا اللي هو سمسار، زي بياخد من هنا يودي هنا وخلاص. طب ازاي ده بيحصل اصلا؟ ازاي ممكن يبقى في وكيل لاعبين من غير تصريح من الفيفا او الاتحاد الدولي؟ في ناس كتير وكلاء دلوقتي من غير تصريح، ما اعتبروش وكلاء. هم بيعتبروا، او كلمه سمسار اللي هي بروكر، يعني هو هي برضو يعني ممكن تتقال على وكيل اللاعبين، يعني ما تضايقش. يعني هي طبعا في وكلاء بيشوفوا انها كلمه وحشه وبتضايقهم. طب ورأي حضرتك الشخصي؟ انا ما بحبهاش. انا ما بحبهاش عن نفسي. اصلا الفيفا كمان غير المسمى، كمان ما بقتش وكيل، بقى وسيط. وسيط يعني، ما وسيط يعني ايجنت، ويعني ايجنت يعني برضو السمسار. يعني كان الاول اللي هو وكيل، دلوقتي تحول لوسيط، بقى الوسيط دوره اللي هو الانتقاله واحده. كان الاول وكيل حصري لمده سنتين للعيب، دلوقتي بقى الوسيط الانتقاله واحده، اللي هو ياخده من هنا يوديه هنا وخلاص ومالوش دعوه بيه، للفتره انتقالات واحده دلوقتي الفيفا. بس في الكونجرس اللي فات غيروا برضو، رجعنا تاني للوكيل تاني، بس الموضوع الكورونا بقى ايه اجل التنفيذ يعني. طب ايه مهام وكيل اللاعبين بالظبط؟ يبقى مسؤول عن اللعيب في كل حاجه، مش اللي هو مجرد اللي يوديه ويسيبه، ده لو كده يبقى سمسار، لكن هو مسؤول عن اللعيب في كل حاجه، هو اللي بيتفق له على عقده، بيشوف هيسكن فين، هيعيش فين، لو لعيب مغترب بيتابعه عقده هيخلص، يعني هياخد عقده باي طريقه. يعني كمان مدير اعماله، ولا في فرق بين مدير الاعمال ووكيل اللاعب؟ في مصر شامله كله عكس اوروبا. يعني اوروبا في وكيل يعني مدير اعمال للاعلانات بس في اوروبا، عكس مصر. مصر بتبقى شامله كل حاجه، هو اللي بيتعامل في كل حاجه. طب بص يا ساره، انا عايز اقول لك حاجه بالنسبه لوكيل اللاعبين. وكيل اللاعبين ده هو يعتبر ابو اللاعب،
تمام. الوكيل الكويس لو معلش انا مدرسه قديمه طبعا أنا طبعا الوكيل بيبقى هو ابو اللعيب التاني. يعني انا في لعيبه عملوا لي توكيلات ان انا اطلق ستاتهم، يعني كنت بشتري لهم اراضي، بعمل لهم كل حاجه، يعني كل مشاكلهم الشخصيه موجوده عندي لان هم بيثقوا فيا، عشان كده انا بقيت وكيلهم. فمن حضرتك فهو الموضوع مش على الكوره بس، اللعيب لو وثق في الوكيل انا ما توقعتش بيعتبر، لا بيعتبره ابوه بقى صح. ابوه اللي عنده اكسبيرينس في المجال اللي هو شغال فيه، مسؤول عن كده كل حاجه، عن فعشان كده حتى حياته الشخصيه استاذ بلايندلي اللي بتقوله لي بيعمله. يعني بتقوله لا ما تروحش الحته دي، لا ما تعملش كده، ما فهو بيسمع كلامك. ده مش شرط بيبقى في العقد، ده بالاتفاق كده. هو ده هو ما هو الوكيل يعني. الوكيل الناجح اللي هو اللعيب بتاعه بيحبه. فعشان كده خلاص هو عمره ما هيروح لحته ثانيه. انا في لعيبه معايا كان ما كنتش بجيب لهم عروض، هم يعني هم بيجي لهم انتقالات وكانوا بيتصلوا بيا عشان اجي اقعد. يعني هم بيلعبوا في تركيا، هم بيلعبوا في نادي وجالهم نادي تاني فبيتصلوا بيا عشان اجي اقعد. وساعتها انا ما بكلمش تركي، هم اللي بيتكلموا، هم اللي بيترجموا، هم اللي بيخلوا. استاذ ممدوح كمان حته بقى انتماء اللاعب دي برضو حضرتك بتحطها في الاعتبار لما بيبقى في انتقال؟ يعني مثلا لو لاعب في النادي الاهلي بقى له فتره كبيره وجاله عرض مثلا من الزمالك في نهايه مسيرته او كده، ساعتها بتفكر في حته الجماهير والانتماء ولا بنشوف برضو مصلحه؟ لا لا لا، الاحترافيه بتقول ان ما فيش حاجه اسمها كده الانتماء، لان الاحترافيه دلوقتي دليل ان في لعيبه كتير قوي كانت بتلعب في الاهلي وراحوا لعبوا في الزمالك زي حسن مصطفى، زي ناس كتير، ودول كانوا لعيبتي برضه. يعني حسن مصطفى كان من اللعيبه بتاعتي، فاهماني؟ بس هو خلاص هو النادي الاهلي مش عايزه، فهو راح يلعب في توب كلاب، يعني المنافس بتاع النادي الاهلي هو الزمالك. واحمد حسن برضو من الاهلي، واحمد حسن للزمالك، وحسام حسن وابراهيم حسن، ناس كتير جدا راحت كانت في الاهلي وراحت الزمالك، وناس كانت في الزمالك وراحت الاهلي. طارق السعيد، في لعيبه مثلا زي عماد متعب قال يعني ما ينفعش جمهور لا ما الاهلي. ما 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 ينفعش دي، في لعيب بيبقى شارك جمهور اكتر من مستقبله. ساعتها بقى هنا حضرتك التدخل يعني من وكيل اللاعب. طب انا هقول لك على حكايه كابتن علاء ميهوب، مش عارف فيك الكلام من زمان قوي، يعني ما مشي من الاهلي وجاب جول في الاهلي عيط في الملعب، وبعد كده ما لعبش كوره، فاهماني؟ فده يدل ان هو عنده انتماء للنادي بتاعه، بس كده ما ينفعش. صح، احنا عندنا كلام كتير قوي، هنكمل كلام كتير قوي بعد الفاصل مع استاذ ممدوح السعاتي واستاذ امير المراجل. مرحب بحضراتكم من جديد، ولسه مع موضوع الساعة وكيل اللاعبين ومهمته. بس قبل ما نكمل مع ضيوفنا عايزة أفكر حضراتكم بسؤالنا على فيسبوك، من وجهة نظر حضراتكم إيه التشكيل الأفضل للأهلي في ماتش MP اللي جاي في الدوري يوم الحد؟ أستاذ أمير كنا بنتكلم على تأثير كورونا على سوق الانتقالات، على أسعار اللاعبين، إزاي الفترة دي هيبقى في تأثير من موضوع جائحة كورونا؟ هيبقى في تأثير على السوق، عشان كل أغلبية الدوريات أولا الانتقالات في الدوريات كلها ما عادش زي بعض. يعني احنا في انجلترا مثلا أو في أي دول تانية في دوري اتلغى، في دوري كمل، الدوري المصري هيبقى برضه ما حدش عارف الانتقالات هتبقى امتى. ده رقم واحد. رقم اتنين السيولة المادية، ان احنا طالعين من جائحة كورونا، أكبر أندية أوروبا تأثرت بالأزمة الاقتصادية دي. يعني ويجان نزل الدرجة الأقل عشان خاطر اتخصم منه 12 نقطة في الدوري الإنجليزي عشان الأزمة الاقتصادية، ما قدرش يواكب الأزمة الاقتصادية اللي موجودة. فكل ده هيأثر على أسعار اللعيبة، هيأثر على العقود، هيأثر على الأندية. مثلا بدل ما كانت سي بتشتري 5-6 لعيبة في الانتقالات، ممكن تبص لقطاع الناشئين شوية، إن كل ده هيأثر في سعر اللعيب، مش هيبقى فيه تنافس كتير اللي هي بتأدي للزيادة في الأسعار للدرجة دي، مش هيبقى فيه التنافس اللي موجود ده. ورأي حضرتك؟ هو بالنسبة طبعا جائحة كورونا أثرت على العالم كله اقتصاديا طبعا، ووصلوا لمرحلة إن في دوريات بقى من حقها إنها تدفع للعيبة نص عقودها. يعني ده طبعا غير قانوني، لو
طبيعي غير قانوني. الاتحاد الدولي غير قانوني. اه بس هو خلاص اما يكون اتحاد الكوره اصدر قرار ان اللعيبه الاجانب واللعيبه اللوكال ان القانون ده هيمشي عليهم كلهم ان هم ياخدوا هاف سالري لانهم قاعدين ما بيلعبوش، فكان من حقهم. وحتى الفيفا وقفت ايه معاهم في الموضوع ده. وفي انديه كمان في لعيبه ما رجعتش بعد الكورونا لان عقودها خلصت ما حاولتش ترجع فتعمل لها عقوبات. يعني في السعوديه في اكتر من لعيب اتمنعوا من دخول السعوديه، في لعيب كان بيلعب في فرقه اسمها التعاون ما رجعش، في لعيبه مش عايزه ترجع تاني، فدول طبعا هيتعاقبوا ان هم ما يرجعوش. الاتحاد السعودي اصدر قرار ان هم ما يرجعوش وما يلعبوش في السعوديه تاني. طب دول كده بيبقى موقفهم ايه يعني؟ بص في لعيبه كل لعيب بيبقى ليه عنده education. اللعيب المتعلم غير اللعيب الجاهل غير اللعيب، في لعيبه محترفه في كل حته في الدنيا. التعليم بيفرق في ثقافه الشخص، فبيفرق برضه في ثقافه اللاعب. يعني انا اتعاملت مع لعيبه ما بتعرفش تقرا وتكتب وكانوا نجوم مصر وبيلعبوا في المنتخب، فاهماني؟ وفي لعيبه ثانيه خريجين سياسه واقتصاد فدول يعني انت عارفه ان اللعيب بيعرف يتكلم وبيعرف، فاهماني؟ حتى في النيجوشيشن لما بتروح تتكلم ممكن تسيب اللعيب هو اللي يتكلم لانك انت عارفه واثقه ان هو هيتكلم كويس، انما في لعيب تاني ممكن يودينا في داهيه انا. طب كنا بنتكلم يا استاذ امير على ان في وكلاء بيجمعوا عدد كبير من اللاعبين، ممكن 40 لاعب حضرتك كنت بتقول يعني. 40 لاعب ايه ده، في ناس في مصر هنا كانوا موقعين 400 لعيب. 400 لعيب كمان بيمضي اللعيب ويسيب العقد ينساه، يفتكر بقى لما اللعيب يتنقل يوم شكيه. حصلت معانا في لعيبه كتير يعني انا افوجئ مره واحده ان اللعيب ماضي مع وكيل مثلا من 5-6 سنين ويقوم مترخ العقد بعقدي بالرقم بتاريخ جديد ويقوم مسجل عقده وشكيه. حصلت كتير يعني، حصلت كتير معايا في مشاكل كتير يعني. طب ليه ساعات بنلاقي فعلا ممكن ناديين يعني نحس ان اللاعب فيه مشكله كانه مضى لناديين يعني؟ لا ده مضى للاهلي، لا ده مضى للزمالك. لو لعيب وقع للناديين طبعا لازم بصي شروط الفيفا، اول حاجه ان اللعيب يعني ما ينفعش لعيب يلعب في النادي الاهلي وعقده ممتد ان حد يجي يكلمه. يبقى ليه المشاكل دي بتظهر؟ اسمعيني، ما ينفعش حد يجي يكلمه قبل ميعاده الفتره 6 شهور الوحيده اللي اي نادي من حقه يتكلم مع لعيب بتاع نادي تاني اللي هي يكون عقده فاضل له 6 شهور. قبل كده ممكن يقع عقوبه على النادي نفسه ان هو بيحاول يتكلم مع الايه؟ مع اللاعب. ف يعني في رولز بتحكم طريقه الكلام مع اللعيب، ان اللعيب بقى يروح يوقع مع ناديين دي مصيبه، لان هو ازاي وقع مع ناديين واكيد معهوش وكيل، لان هو لو وكيله هيبقى عارف ان هو هيتوقف. حصلت مع 2 وكلاء في بيبقى التنافس ما بين الوكلاء يعني. انتوا كنتوا في التقرير جايبين جده. جده كان موقع في الزمالك قبل ما يروح بطوله الامم اللي هي بقى هداف البطوله. كان موقع مع نبيل ابو زيد. محمد شيحه جابه الاهلي، نبيل اتوقف. يعني اللعيب ظلم الوكيل، مش الوكيل اللي ظلم اللاعب، اللاعب ظلم الوكيل. طب ليه ساعات بيبقى في مشاكل بين اللاعب والوكيل ممكن توصل للمحاكم؟ بنشوفها دي بتحصل. هو غلط توصل لمحاكم اصلا. يعني في الرولز بتاع الفيفا ان ممنوع اي حد من اطراف اللعبه يروح محكمه عاديه. محكمه رياضيه اصلا. محكمه رياضيه، لكن محكمه عاديه. لا لا ما يكون ما فيش محكمه رياضيه. هو الاول بيروح للاتحاد اللي هو اللي موجود فيه، لو طرفين اجانب بيروحوا للفيفا، لو طرف اجنبي وطرف تاني بيروحوا للفيفا. وطبعا ده بيبقى احسن لهم يعني، بيبقى احسن للعيب يعني. في شكاوي هنا في مصر بقى لها 10 اللعيبه بطلت. بس انا قصدي برضو ايه نوع المشاكل اللي يعني حضرتك من اول لقاء بتقول قد ايه انه الوكيل بيبقى اب للاعب؟ ايه نوع حضرتك المشاكل اللي ممكن تخلي في لعيبه جريدي يعني؟ في لعيبه هي اللي طماعه. طماعه جدا، فبيجوا ايه يجوا اول ما يجي ياخد الفلوس يبقى مش عايز يدي الوكيل ايه حقه عمولته يعني. انا بقالي كتير قوي. طب ده حصل مع حضرتك؟ حصل معايا وسبت اللعيب سنه وسنتين وفي الاخر اشتكيته، لان انا ما كنتش بشتكي لعيبه خالص، لان معظم اللعيبه اللي كانت معايا كان المفروض ان هم بيدفعوا. بس ازاي يعني؟ ايه نوع يعني بيقول لحضرتك ايه مثلا؟ بيقول لك انا مالكش مشاكل كتير، ماما هتتجوز مثلا، تطلع مشاكل كتير. بس انا جبت عربيه، انا ببني بيت، انا مش عارف ايه. طيب فهو بتيجي كده يعني. طب في نقطة مهمة كنا بنتكلم فيها، إنه إيه الشروط الأساسية اللي تبقى في وكيل اللاعبين؟ كنا بنقول أهم حاجة مثلاً اللغة، لازم عشان يقدر يعرضوا على نادي في إنجلترا، نادي شغلانة وكيل اللاعبين دي للأسف
في ناس كتير قوي مش فاهمه اصولها يعني، وكل العبيد دي قايمه على الكوبريشن اللي هو الايه اللي هو التعاون. يعني ما فيش شغل هنا، انا ممكن انا وامير لو انا مثلا عايز اخلص لعيب، لعيب عند امير بتاع امير، وانا مطلوب مني المركز ده في دوله تانية، فبقول لامير انا عايز اودي اللعيب بتاعك في الحته الفلانيه، فبنمضي بروتوكول ان احنا بروتوكول تعاون ان اللعيب ده هنخلصه مع بعض ومش عارف ايه وبنخلصه. للاسف الناس هنا بقى جريدي، يعني الناس كل واحد عايز ان هو يقوم بالشغل لوحده، وعشان كده ما بينجحوش. لان انا معلش لازم حجم علاقاتك يكون كبير، ولازم انك انت تكون عندك فلكسبيليتي انك انت تتعاون مع كل الناس، لان السوق وورلد وايد كبير جدا، ومفيش حد يقدر عليه لوحده. زي حضرتك كنت بتتكلمي في موضوع اللعيبه، ما ينفعش وكيل يبقى عنده كم كبير من اللعيبه، لان هو كده ما بيقومش بواجبه. واجبه اللي هو ايه بقى؟ اللي هو يبقى عنده وقت ان هو يتابع لعيبه، ان هو لو لعيبه عنده مشكله، لو لعيب عنده، لو وكيل عنده 400 لعيب ولا 200 لعيب، 100 لعيب، ازاي هيتابعهم؟ بس طب بره مثلا جورجي مانس وكيل كريستيانو رونالدو، وكيل جيمس رودريغيز وانخيل دي ماريا وبيبي، وبيدير مجموعه من الشركات، هو اللي بيتحكم في تحركات الانديه. بص بقى، فعشان بقى معاه ناس ثانيه هنا الدنيا تبقى هي هي، يعني الناس الشركات الكبيره بتاعت التسويق بيبقى فيها بدل الوكيل 30 وكيل، بس بيرقصهم وكيل كبير. طب ليه استاذ امير السيستم ده مش موجود بقى عندنا؟ عشان في مصر ما هم مفكرين ان الوكيل سوري يعني خورخي من اللي حضرتك بتقول وكيل كريستيانو رونالدو، هو كريستيانو رونالدو محتاج وكيل يسواه؟ هو اللي انا عارفاه انه هو اللي عارض، يقال يعني ان هو اللي عارض رونالدو على يوفنتوس دلوقتي في الفتره دي. رونالدو خلاص بي عشان في الاواخر، في الأواخر بقى سن، لكن في الاول ميسي محتاج حد وكيل يعرضه على انتر مثلا او ميلان زي ما هو رايح؟ لا لا، هو في مصر، في مصر مشكله، في مصر اللعيبه مفكر ان الوكيل ان انا اخدك من هنا واديك هنا. ده غلط. يعني كابتن ممدوح قال كلمه، قال لك كان اللعيبه بتبعت لي احنا عندنا عرض تعالى عشان تتفاوض تعمل لي عقدي، واللعيب مش عارف هيمضي على ايه. يعني اللعيب محمد صلاح، محمد صلاح لما ساب الوكيل بتاعه كان معاه وكيل مصري ووكيل سويسري، سابه ليه؟ لان لقاهم محملين عليه في عرض تشيلسي فلوس كتير قوي في الضرايب، اتفاجئ بيه قام غير الوكيل بتاعه اللي هو الوكيل دلوقتي، قام ساب الوكيل ده ومعاه وكيل تاني، مع ان ده الوكيل اللي بادئ معاه، اللي مسفره من اول بازل، نقله الانتقالات دي كلها. ففي مصر مشكله، في مصر الثقافه مش زي اوروبا خالص. يعني ما تقارنيش هنا بهنا، دي حاجه ودي حاجه خالص تانية مختلفه نهائي عن اوروبا. طب بمناسبه الكلام وذكر انتر واي سي ميلان، بنشوف بره ممكن يقعد انتر ميلان مع اي سي ميلان ويبقى في صفقه تبادليه، انا محتاج اللاعب ده وانت محتاج اللاعب ده، ده مش بيحصل في مصر قوي. يعني ما بنشوفش الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض. بص يا سؤال، لما انديت بره فيها سيستم، السيستم بيبقى في حاجه اسمها ايه، في حاجه اسمها سكاوتنج. سكاوتنج في، يعني احنا دلوقتي ابتدينا بيحصل ان الكره عندنا بتتغير، وان احنا رايحين للطريق الصح. انه بيبقى في اداره تسويق في الانديه دي، طبعا موجوده في كل حته في اوروبا من قديم الازل. فهو اللي هو اللي بيقولوا عليه مدير التسويق، ده هو اللي بيقوم بالدور ده. مدير التسويق ده معلش هو وظيفته ان هو يوفر فلوس للنادي، ان هو هو يروح يلف ويبص على الدوريات كلها ويشوف اللعيبه اللي فلوسها رخيصه. اتفضلي اتفضلي معانا بس على تليفون احسن عثمانيه، استاذ احسن وسيط لاعبين جزائري، منورنا في الاستوديو على شاشه الاهلي. اهلا بيك وكل الحضور الكرام. محور حديثنا النهارده حضرتك عن وكيل اللاعبين ومهمته، وازاي بيقدر يسوق اللاعب، وهل المصلحه هي اللي بتحكم الموضوع ولا لا. فعايزين نعرف راي حضرتك، هل وكيل ممكن يتحالف مع وكيل اخر لانهاء صفقه؟ ايه مهم، ايه اهميه وكيل اللاعبين؟ السلام عليكم. وكيل اللاعبين مهمته تسويق اللاعبين بطريقه احترافيه، وليس الجانب المادي هو المصلحة الأولى، لا، هناك جانب مادي وجانب رياضي. يعني اختيار المشروع الرياضي للاعب أوكي، وثاني حاجة اللاعب لتسوقه تتبع أخباره دائما وأبدا،
يعني تبع اخباره بالحاله النفسيه، الحاله الرياضيه، هل هو متلائم او لا. اوكي. وثاني حاجه شركه هناك وكلاء لاعبين يشتغلوا مع بعض، مثل نعطيك على سبيل المثال انا وصديقي السيد محمد عبد الحميد عندنا شركه رياضيه للتسويق الرياضي اسمها جي تي سبورت، مهمتها تطوير الناشئين وتسويقهم الى اوروبا. وهناك ان شاء الله مشروع في السعوديه لاختيار لاكتشاف المواهب وتسويقها في الشرق الاوروبي وفي كل مكان. شكرا جدا لحضرتك استاذ احسن، كنت معانا على شاشه قناه الاهلي. استاذ ممدوح كنا بنتكلم على الصفقات التبادليه. طيب الصفقات التبادليه دي طبعا بتحصل في مصر كتير، بتشوفي يعني الاهلي بيعوز لعيبه من سموحه فبيقول له بس مش ندين. لا بس مش اهلي وزمالك، مش اهلي واسماعيلي. في حاجه مهمه جدا، يعني انت ممكن تيجي تعملي صفقه تبادليه اللعيب يقول لك انا مش عايز اروح. فاللعيب ساعتها لازم هتسيبيه فري او هتخسري لعيبك بسبب ان هو مش عايز يروح النادي ده. فاهماني؟ فهو برضو صفقات التبادليه دي لازم يكون، بصي اي عقد لازم بيبقى فيه ثلاث اطراف، ناديين واللاعب. فلو الثلاثه مش موافقين عمر العقد ما هيتم. لازم يكون في موافقه من الثلاث اطراف، غير كده سواء اعاره او بيع او ما هو ليه الموافقه دي ما بتحصلش؟ ليه مش بنشوف ده عندنا؟ بص احنا عندنا لسه بدري، احنا لسه ما وصلناش للاحترافيه، احنا لسه شويه. يعني موضوع الكوره دي رياضه. يعني مش حرب. للاسف الاعلام بتاعنا في حولها الحرب، وكره مش كده، كره متعه اكتر منها. ما هو فعلا التعامل بعدم الاحترافيه دي بيسبب لنا مشاكل كتير قوي. يعني بنشوف ده الاداره لازم الاداره تبقى اداره محترفه في كل حته، في اتحاد الكوره، في الانديه، فساعتها هيبقى العقل بقى هيحكم العلاقه. بمناسبه العقل بقى يا استاذ امير، ازاي اللاعب بيفرق في تطور عقليه، وكيل اللاعب بيفرق في تطور عقليته؟ يعني هل مثلا ممكن اقول ان مثلا دلوقتي رامي عباس فارق جدا مع محمد صلاح؟ هل احنا شفنا محمد صلاح في البدايه كان يعني لو هنتكلم على ايطاليا كان تالق كبير جدا بعد تشيلسي كان ممكن نقول لسه شويه، وليفربول بقى دلوقتي حاجه مبهره. هل فارق معاه وكيل اللاعب بيفرق في تطور العقليه؟ اكيد بيفرق معاه. هو لو رامي دلوقتي مش مع صلاح هو بينصحه وبيديله النصيحه، والوكيل وظيفته النصيحه، مش اللاعب ده عنده شخصيته اكيد، لكن الوكيل هو اللي بينصحه. لو رامي مش موجود ما كانش صلاح مثلا رد على اتحاد الكوره، كل ده رامي، كل ده تحريك رامي اكيد في موضوع الرعايه وموضوع المشاكل اللي كانت حاصله الفتره اللي فاتت دي كلها، كل ده اكيد دور الوكيل، كل ده دور رامي. بيفرق مع اللعيب بقى، وبرده اللعيب بيبقى عايز. انت ممكن مهما تتكلمي مع اللعيب هو مش عايز، خلاص انت هتعملي ايه؟ انت دور يعني الوكيل بيبقى متدخل في كل التفاصيل. كل مثلا التويت اللي كتبها وقت ازمه عمرو ورده، كل حاجه تفاصيل يعني، ما لكن درافت وبيعرضوا عليه، انا ما اعرفش تدخلاتهم مع بعض، بس انا بتكلمهم في العموم. بس التفاصيل هو معاه فيه. طب احنا ليه ما عندناش محمد صلاح كتير؟ ليه ما فيش سيستم بينتج لعيبه قويه كتير زي مثلا في هولندا اياكس امستردام بيطلع لنا ست لاعبين مثلا في الموسم؟ دي نقطه مهمه جدا في حديثنا النهارده. طبعا اللي هو ايه، اللي هو ليه احنا ما عندناش كم من لعيبه محترفين بره، مع اننا احنا في الجولدن بيريد، يعني احنا في الوقت الذهبي ان اللعيبه بتاعتنا تروح بره. ليه بقى؟ لان اللعيبه بتاعتنا، يعني انا شغال قديم شويه، يعني انا ايام ما كنت بشتغل كان في ميدو، وكان في الناس اللي كانت بره كانت معدوده قليله قوي، وكان في مشاكل ان في يعني حتى اللعيب بتاع ابراهيم سعيد الاتيتيود بتاعهم ما كانش كويس، فكانوا عاملين يعني يخوفوا الناس ان هم يجيبوا لعيبه من البلد دي. فدلوقتي احنا عندنا فرصه كويسه جدا ان محمد صلاح متالق، عندنا نيمي، عندنا تريزيجيه، عندنا وكل العالم اللعيبه بتاعتنا بقت معروفه. فكده ده في لو الوكلاء الشاطرين ان لعيبه كتير من مصر تخرج بقى تروح الدوريات، لان هو دلوقتي لو عمل ماركتنج للعيب مصري هيبقى عليه قبول من زي الاول. ليه بقى؟ لان اللعيبه اللي موجوده في السوق ناجحه. فهو دلوقتي دي الفرصة الذهبية. بس للأسف برضو اللي كان عندنا مش شاطرين في التسويق الخارجي. ليه مش شاطرين في التسويق بقى الخارجي؟
عشان الانديه اولا انديه طلباتها بتبقى مغالاه فيها بطريقه، يعني محمد صلاح لو في اهلي او في زمالك ما كانش بقى محمد صلاح، انا اجزم بكده انه ما كانش كده، كان هيتطلب رقم خيالي مثلا ان هو يروح، ما كانش هيروح، ما كانش هياخد محمد صلاح محدد نفسه هدف. كان محمد صلاح طالع من مصر برده مش مشهور زي دي. زي اي لعيب في اهلي، اصغر لعيب في اهلي وزمالك بياخد عقده كبير مش هياخده بره، هو ليه اللعيبه في مصر ما بتتنقلش بره؟ ما فيش الارقام اللي اللعيبه بتاخدها هنا دي. احنا ممكن نشوف في حاجه بقى. في حاجه مهمه جدا برده عايز اقولها لك في موضوع المغالاه، في اللعيبه في كل حته في الدنيا ليها فاليو، الفاليو بتاعها ده في الترانسفير ماركت، لعيب كل لعيب بيبقى ليه سعر، سعره ده بيحدده يعني منظمات خارجيه وكده، فانت ما ينفعش لعيب مثلا قيمته التسويقيه قسمه التسويقيه 200,000 دولار النادي بتاعه يطلب فيه 2 مليون دولار. دي حاجه. تاني حاجه ان اللعيبه يعني اللي خلى لعيبه من افريقيا كتير قوي في اوروبا ان الانديه الافريقيه بتبص لايه؟ بتبص للريسيل. الريسيل هو ده اللي بيكسبه. يعني محمد صلاح كان معمول معاه كده. باشمهندس شريف يعني لما محمد صلاح اتباع نادي المقاولين كسب في محمد صلاح في الريسيل، في اللي هو اعاده البيع. لو انا فاهمه صح في اوروبا في انديه بتسقع اللعيبه؟ لا مش لا مش بتسقع. بص يعني انا عندي لعيب فلوس في النقله اللي بعد كده، عندي لعيب دلوقتي لعيب متالق وبيلعب في المنتخب الاولمبي، وجي لعيب جه فرقه من فرنسا عايزه ايه اللعيب، فانا بوديه اعاره ببيعه بسعر قليل جدا وتش مثلا هنقول 100,000 دولار، بس هقول في اعاده بيعه من الفرقه دي للفرقه الثانيه انا هاخد 50%. فيجي يتالق مع الفرقه دي ويتباع ب 10 مليون فناخد 5 مليون. هما بيبصوا لقدام ما بيبصوش تحت رجليهم. تمام. هنا طبعا عندنا اللعيبه بتبقى مؤثره في فرقها، وادارات الانديه بتبقى باصه انها عايزه فلوسها دلوقتي مش عايزه فلوسها ايه قدام، فده برضو بيصعب التسويق يعني بيخليه صعب. بشكر حضرتك جدا استاذ مهندس سعيتي. يا رب يخليك. بشكر حضرتك استاذ امير. بشكر حضراتكم على متابعه حلقه النهارده من برنامج السادسه على شاشه الاهلي. استنونا في حلقه جديده بكره باذن الله في نفس الميعاد.